والتي كان الحصار والإغلاق والاستيطان والحواجز أدواتها النكدة للنيل من إرادة وصمود شعبنا في محاولة لإذلاله لدفعه للقبول بالحلول الأمريكية والصهيونية. إن الحصار الظالم الذي نتصدى له بوحدتنا الميدانية والذي نعيش فصوله في غزة منذ العام 2006 والذي تسبب باستشهاد المئات من المرضى ومنع المواطنين من السفر والالتحاق بأعمالهم ومنع الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم التي انتسبوا إليها وتسبب كذلك في وقف المصانع والمشاغل ومنع الطلاب من الالتحاق والمشاغل والورش الصناعية مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وحال دون استمرار فتح سوق العمل أمام عمالنا الصابرين أصحاب المهارات للعمل بالخارج وساهم في التضييق على مزارعين وفلاحين وضرب الحياة الزراعية مما ساهم في الانهيار الاقتصادي والزراعي والتجاري للقطاع. ورغم ذلك حافظ الإنسان الفلسطيني على كرامته وعنفوانه وبدلا من الانبطاح أمام المؤامرة انتفض في وجه الاحتلال وحصاره في كل ساحات الوطن في القدس والخان الأحمر والداخل الصامد عام 48. لكن المفاجأة الكبرى للاحتلال ولمهندسي مشاريع التصفية كانت مسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في 30 من مارس آذار 2018 في ذكرى يوم الأرض الخالد كتعبير وطني وشعبي موحد ضد ظلم العدو والمجتمع الدولي ولترفع شعارها الخالد العودة وكسر الحصار معلنين للعالم أنه آن أوان كسر الحصار الظالم عن الصامدين في القطاع وأنه لا سكوت على استمرار الحصار بعد اليوم مشددين على أن الجماهير التي خرجت للمشاركة والحشد على طول شرق قطاعنا الصامد وعلى مقربة من ترابنا المحتل عام 48 ستستمر ولتعلن للمحتل ومن خلفه إما رفع الحصار أو مواجهة بأس الجماهير الهاجرة. إننا ندعو شعبنا في كل مكان في الضفة والثمانية واربعين ومخيمات الشتات إلى الانخراط في هذه المسيرات لإنهاء معاناة شعبنا من الاحتلال والاستيطان وحواجز الذل بالضفة الباسلة. إننا وفي جمعة كسر الحصار عن قطاعنا الصامد وأمام الصلف الأمريكي والصهيوني والصمت الدولي عن جريمة الحصار التي أزهقت أرواح الآلاف من الإبرياء من الأطفال والنساء والمرضى ومن شهداء لمسيرة العودة. نؤكد على التالي: 1. نتوجه بالتحية لجماهير شعبنا المشاركة في جمعة كسر الحصار في جمعة كسر الحصار عن غزة ونترحم على شهداء شعب الذين ارتقوا في المواجهة مع العدو ونوجه التحية لأسرانا الأبطال عموما وللأخ خضر عدنان موسى والأخ عمران الخطيب المضربين عن الطعام رفضا للصلف الصهيوني وغطرسة المحتل وسجانيه. 2. ندعو الأشقاء العرب والمسلمين وأحرار العالم إلى رفع الحصار الصهيوني والعقوبات عن قطاع غزة ودعم صمود أهلنا بالقدس والضفة الغربية والصامدين في الأرض المحتلة عام 48. فمن العار أن تحاصر غزة وهي في وسط أمة تملك المقدرات البشرية والاقتصادية، فمن غير المقبول أن تعيش غزة في الظلام بينما يضيء النفط العربي معظم عواصم الدنيا. وللمحتل نقول: إما رفع الحصار أو مواجهة شعبنا الأعزل ومسيراتنا المستمرة وليتحمل العالم تبعات ذلك. 3. نؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار دون توقف أو تردد حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها، مشددين على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها بكل أشكالها، موجهين التحية للمشاركين في الإرباك والإزعاج الليلي للعدو ومستوطنيه. 4. إننا ونحن ننهي فعاليات جمعة كسر الحصار الظالم عن شعبنا بالقطاع الصامد، ندعو جماهير شعبنا
للمشاركة في فعاليات الجمعة 27 والتي ستحمل عنوان جمعة انتفاضة الأقصى، وفاء لشهدائها ورموزها وتخليدا لهذه الانتفاضة التي أسست للاندحار الصهيوني من قطاع غزة وشمال الضفة الباسلة، داعين جماهير شعبنا إلى الحشد غير المسبوق ليحمل العالم رسالة الصمود ومواصلة الثورة المستمرة دون تعب أو ملل، حتى تحقيق الأهداف التي انطلقنا من أجلها في العودة وكسر الحصار. 5، تشدد الهيئة الوطنية على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة كخطوة على طريق مواجهة صفقة القرن ومخططات إدارة ترامب المتبجحة التي أخذت على عاتقها حماية المصالح الصهيونية على حساب حقوق شعبنا في الحرية والعودة إلى الديار. وفي هذا السياق نجدد شكرنا للدور والرعاية المصرية لملف المصالحة واستعادة الوحدة، ونجدد مناشدتنا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار توجيهاته لتسهيل إجراءات السفر على المعابر والحواجز، رغم تفهمنا للإجراءات والضرورات الأمنية التي تتطلبها حماية أمن مصر القومي. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى، وإنها لمسيرة مستمرة حتى العودة والتحرير. فليكسر الحصار الظالم عن شعبنا وليرحل المحتل ومستوطني. الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، الجمعة 21/9/2018. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، بارك الله. شباب الإعلام، وين الإعلام؟